في الحقيقه تتعصاه ليا باش بغيت نقول كلمات في حق المنتخب، لانه لعب مزيان ولعب كره مزيان وفاتوا ليه دي زوكازيون اللي فلت راه تيخسر. وحنا هذا الفريق راه زوين وكنتمناو الخير لقدام ان شاء الله. الدراري راه عطاو ما عندهم من 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 جهد، وجات كره طايشه تماركت عندنا. رغم ذلك اللي جبت ما لعبوش كره، جات كره الحمد لله ما صبناش كيفاش نديروا لها اللعابه، راه لا بتا غادي تماركا اي كره جات راه غادي تماركا عن خطا. واقصاء راه اللعابه راه داروا اللي عليهم، لعبوا مزيان، كان العامل ديال الارضيه ديال الملعب و الزهر نقولوا الزهر ما لحد ما ساعدهمش، ولكن في المستقبل ان شاء الله راه يكون نتائج احسن من هادشي، ولا بدا ما يكون واحد رابح واحد منتصر واحد مهزوم، يعني خصنا نتقبلوا النتيجه. ما كانت بزاف ديال الاسباب، ولكن الحمد لله يعني با بروبليم. فرقه لعبات وفرقه ربحات، هادشي اللي كنشوفوا انه المنتخب المصري سرق الفوز منا حنايا، وانه ما يستاهلش الفوز، ولعبنا ضد جوج الخصمين، لعبنا ضد الخصم المصري ولعبنا ضد الارضيات الملعب اللي ما كتصلحش ولو كما كنديروا زرع البطاطس. ان هذه الارضيه هذه حشومه وعيبوا عليكم، كان هذه كاس افريقيا عندنا حنا في المغرب، وكان عندنا بحال هذه الارضيه والله ما يلعبوا فيها بالله. وحنا اللي بغينا نوجهوا رساله للجمعيه الملكيه المغربيه، ان هذا المدرب يخليوه لنا، واللعابه راه لعابه، وحنا راه مشجعين ديال المنتخب الوطني في السراء والضراء. حنا راه ديما مع المنتخب وديما غادي نشجعوا المنتخب، وهذا الشيء اللي عطى الله وبصحتهم هما ربحوا، ولكن ما يستاهلوش. غادي نقول لهم مبروك لكم الفلوس. اقصاء الحمد لله الدراري يلعبوا سجلوا اهداف وجاتهم كره ثابته في الدقائق الاخيره تماركات علينا الحمد لله. الدراري داروا اللي عليهم، هذه هي كرة القدم.